حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو ستنشر صواريخ نووية متوسطة المدى في حال نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا. وخلال مشاركته في العرض البحري الرئيسي للأسطول الروسي والذي يجري في بطرسبرغ، أكد بوتين أن نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا من شأنه أن يهدد المراكز العلمية والبنى التحتية الروسية. ويشارك في العرض أكثر من 2500 عسكري و20 سفينة وزورقا، إضافة إلى غواصة 1 و4 سفن شراعية.